أبيض. بعدين ضربونا جوا السيارة. إسلام بنظل نلعب هون في السيارات، نلعب لما بنفوت ندرس، وبعدها بنلعب على أتاري ندفة وبنطلع على البلد مع بعض، يعني بنظل مع بعض. صار لي ما شفت إسلام أول ما أخذوه جوز 15/1 أو 25، هم أخذوا إسلام يعني وراحوا بالجيب على طول. بعد بيومين اجوا أخذوا كريم، يعني إنه ولد مرق من جنب جيب طال حجر صغير ورمى. بسرعة، يا ولد، خليه امسكيه، امسكيه، ضربت عليهم حجار عشان في الليل. قبل يومين اجوا هذا اخوي اسلام اللي بظل العب معه بندرس ثانويه. بوصلتي انا يعني بحكي له شوفي ايش يعني طفل هذا، ما شفت الا هو يعني من دون ما يحكي معي انه انت امه، بضرب ما بضرب على مباشره يعني مسكني ورماني. قمت انا وحاولت افتح الباب، فتحت باب الجيب يعني رد كمان مره ضربني بالارض. ضربوني جوا السياره، ولما وصلنا حلميش حطوني في غرفه على الكراسي، وكانت ريحة الغاز يعني بتنخنك. لما أخذونا على بنيامين حطونا في غرفة وشغل المكيف على البارد. أنا كنت في نص كم بريدت وشو اسمه، وهم كانوا بعاد. بعدها لما سألني في التحقيق انت لا ضربت حجر، حكيت له حتى أخوي في الليل ما ضل حدا أتسلى معي. سألنا عن صور الشباب تعرف حدا، حكيت له بعرفهم مش كريم. حسيت انه تغير من لحظة ما روحت على بنيامين مشان اكفله، صار يبكي شايفه، كان يعني عنده انه بالنسبة لي كريم عمره ما بكى يعني لما يشوفني او اشي، عمره ما بكى على شيء. فلما شافني وصار يبكي شعرت انه في ضغط نفسي عنده. كريم يعني تغير، نفسيته تغيرت بشكل كبير، صار الولد الهادي الحبوب هذا صار عدواني. ضل ساكت يومين، بعد اليومين هيك تشجع انه يحكي ان انا مش خايف منهم، مش خايف من الجيش، هذول هم بقتلونا وليش احنا نسكت لهم، انا بدي اضل اضرب تا اشوف اخواني عندي. ودونا على المستوطنة وصار يسأل فيي إذا معك هوية وبتعرف لأولاده، وصاروا يضربوا فيي. بعدها صاروا يفتشوا فيي وأخذوا التلفون، وظلوا حاجزين عندهم وحطوني في المطار، ودخلوني جوا وربطوني وخلوني في المطار برا، وصاروا كل ما يجي واحد يصير يضرب فيي. تخيل ابنك يترجى في القاضية انه ما خليني ابوس امي، خليني احضنها، فقالت لا. طفل 14 سنة بشكل على دولة اسرائيل خطر. المحامي بلغني على التلفون على انه محكمة اسلام يوم الاربعاء راح يتم اطلاق سراحه. الليلة راح نكمل ان شاء الله شو بنقدر عليه بالنسبة لزيني ومزيني، استقبال لاسلام ان شاء الله بكرة. إن شاء الله نأمل من العالم إنه ينظر نظرة للطفل الفلسطيني في حقه في الحياة، في حقه في التعلم، في حقه في حتى في اللعب.
بدك.